السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا المقطع لبشائر حامدي، سماه محمد بن شمس الدين الذي يتكلم بكلام غريب على الدين، والله جهل شديد، إلى متى تنتهي يا أخي؟ طبعا هناك أكثر من مقطع سأبين فيه يعني جزئيات من خباثة ما فعله، لكن انظروا إلى هذه الجزئية واحكموا. هو يقول: تكلم في الديمقراطية وحكم الانتخابات، تكلم في مسألة الديمقراطية وبين حكم الديمقراطية وما شابه ذلك، ولكن العجيب لما أتى لكي يتكلم في الانتخابات، خلاص؟ اتكلم بكلام أنا عايزك تسمعه. الديمقراطية يشملها أو يدخل فيها أمر آخر، وهو موضوع اختيار الشعب للحاكم. انتبه، أنا قلت لما كنت أشرح معنى الديمقراطية قلت يدخل فيها اختيار الشعب للحاكم، فهو يعلق من متى في الشريعة الشعب يختار. طيب، وكأنني يعني أنا أقول هكذا هي الطريقة الشرعية، ولست أشرح كلمة الديمقراطية. شيلك، سأبين لكم العبث بعد قليل. هذا يعبر عنه بكلمة ديمقراطية، أن الشعب يختار من يحكم. هل هذا كفر؟ ليس بكفر. هل هذا حرام أم حلال؟ هذه مسألة فيها نقاش، فيها نقاش. على هذا نجد أو قد نقول أن تورية الحاكم ليس فيها نص وليس فيها سنة محددة أو طريقة محددة، وإنما قد تكون بحسب اصطلاح الناس. طبعا انا لا قصيت ولا جبت لك كلام قبل ولا الكلام ده، لا لا مفيش. هو ما قص. طيب، هذا هو المقطع. صلى الله عليه وسلم مات ولم يخبرنا بطريقه تحديد الحاكم، لم يخبرنا بذلك، لم ينزل الله سبحانه وتعالى في القران مثل ذلك. بعض العلماء لهم انتبه، هو قبل قولي بعض العلماء لهم قص المقطع. طيب، سنسمع ماذا يقول ونرجع الى المقطع. طبعا هو سيقول كلام كثير، مش الكلام ده انا يعني تكبر، مع انك طب انا مش هرد، انا خليك تسمع الفوزان وتعالى. قال: هل الانتخابات طريقه صحيحه لتداول؟ اذا كلام الفوزان الان يجب ان يكون رد علي، رد على كلامي. سؤال: لو كنت في نفس المقطع قلت ما قاله الفوزان وهو بتره واتى بكلام الفوزان وصور لكم ان كلام الفوزان هذا هو رد علي، هل سيكون هذا تزويرا ام لا؟ سؤال للاخوه المداخله، نسمع. الحكم والسلطة وولاية أمر المسلمين، ومن نصيحة لمن يبتلوا بهذا في بلدان؟ اختيار ولي الأمر. هذا جاءت به السنة، هذا جاءت به السنة، هذا جاءت به السنة، هذا جاءت به السنة. طيب، أولا جاءت به السنة، هل ذكر حديثا؟ لا، ولن يذكر في باقي المقطع حديثا أن طريقة تولية الحاكم جاءت في السنة، لكن لعله قصد بقية كلامي هنا. لذلك لم ينزل الله سبحانه وتعالى في القرآن مثل ذلك. بعض العلماء لهم قول بأن الرسول صلى الله عليه وسلم نص على خلافة أبي بكر الصديق، هذا قول لبعض العلماء منهم ابن تيمية. فهذا قول لمجموعة من العلماء، ولعل الشيخ الفوزان يقول به فقال هذا من السنة. الخلفاء الراشدين، أولا انتخاب ولي الأمر من قبل أهل الحل والعقد، ما هو من كل أحد أو كل الأفراد، لا، أهل الحل والعقد من العلماء والقادة وأصحاب الرأي، إذا اختاروه صار إماما، كما حصل في بيعة أبي بكر الصديق رضي الله عنه لما اختاره الصحابة من المهاجرين والأنصار في سقيفة بني ساعدة بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، وتبعتهم الأمة على خلافة أبي بكر الصديق. وليس من حق كل أحد أنه يدخل في هذا الأمر من الغوغة والعامة والرجال. صدقت، هكذا يعلق، صدقت يا شيخنا أو صدقت شيخنا، يا ليت الجهال يفهم، الجهال أو الجهال لا تقرأ إلا هكذا يفهم. طيب، هل هذا الكلام أنا قلته؟ نرجع للمقطع الأساسي. ولهذا يعني تجد أن أكثر العلماء يطلق بالأخير يقول لك أن أهل الحل والعقد هم الذين يختارون. أهل الحل والعقد بالأساس أنهم العلماء وكبار القوم، أصحاب العقول وأصحاب العلم والفقه هم الذين يختارون الحاكم، وباقي الناس لأن فيهم الفاسق وفيهم الجائب وفيهم. طيب، نكمل كلام الشيخ فوزان. والنساء والأطفال، لا، هذا ليس من هدي الإسلام. ثانيا، مما يثبت به البيعة لولي الأمر العهد. إذا عهد ولي الأمر إلى من يقوم من بعده بالأمة انعقدت بيعته ولزم الجميع طاعته، كما حصل أن أبا بكر رضي الله عنه عهد إلى عمر بن الخطاب من بعده فانعقدت بيعته وأطاع له المسلمون، كان في ذلك الخير. أو أن ولي الأمر عهد إلى أناس معينين محدودين يختارون من بينهم إماما للمسلمين، كما عهد عمر إلى. طيب، هل هذا الكلام أنا قلته؟ عمر بن الخطاب عندما كان في مرض جماعة من القوم كانوا هم ساداته الناس، يقول أن الرسول صلى الله عليه وسلم مات ولم يحدد لنا طريقة تولية الحاكم. وعندما مات أبو بكر قال أن الذي بعده عمر، نص على تولية عمر. عندما اختير أبو بكر اختاره علية القوم، أو اختاره جماعة من القوم كانوا هم ساداته الناس في تلك المنطقة،
كانوا مجتمعين في سقيفة بني ساعدة واختاروا أبا بكر ثم بايعهم الناس. هذه طريقة توليد أبي بكر. عمر ولي بنص من أبي بكر. عثمان كيف ولي؟ عمر بن الخطاب عندما كان في مرض الموت قال اختاروا شخصا من الستة الذين مات الرسول صلى الله عليه وسلم وهو راض عنهم، وهم ستة من عشر مبشرين بالجنة. أصحاب الشورى الستة من العشرة الباقين المبشرين بالجنة، فاختاروا عثمان بن عفان رضي الله عنه لأنه أفضلهم وأكبرهم سنا، فلزمت بيعته على جميع الأمة، ولم يحصل انتخابات ولم، هذا يكفي في الإسلام، هذه طرق البيعة. أو إذا تغلب مسلم على بلد أو على جماعة تغلب بسيفه فخضعوا له وأطاعوا له، فإنه يصبح إماما، كما حصل لعبد الملك بن مروان رحمه الله لما تغلب أطاع له المسلمون وانقادوا له وصار هو الخليفة في رضا الجميع، والحمد لله حصل في ذلك الخير. نعم. الشاهد الخطأ اللي وقع فيه محمد بن شمس الدين أو الطوام لكل محمد شمس الدين، ربنا قال في القرآن اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فأول شيء أو أصل من أصول المسلمين إن الدين كمل ورضاه الله، والنبي صلى الله عليه وسلم مات فأكمل هذا الدين، فلا يستطيع أحد أحمق يخرج يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أصل في الرسالة خلاص. ولو إنسان تكلم بكلام مجمل زيك لأنك مش فاهم بيبين وبيوضح خلاص، فده أول أمر وقع فيه المتعالم الجاهل. الأمر الثاني مسألة زمان شيخنا الفوزان العلامة قالك في نص، وإني هو يقول إن الشيخ الفوزان بيّن أن هناك نص، في نص، ما هو هذا النص؟ هذه كتب السنة معروفة بين أيدينا موجودة، أم هذا النص أخفي؟ يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم وبيّن ثم الصحابة أخفوا هذا النص، أو العلماء الذين دونوا كتب السنة أخفوا هذا النص ولم يعلمه أحد على العموم؟ هل الشيخ ذكر نصا؟ لا، أنت عندك نص إيتنا به، لكن تذكر أن هذا النص لم يكن يعلمه أبو بكر الصديق ولا عمر بن الخطاب، لأنهم لما تداولوا الموضوع في سقيفة بني ساعدة لم يقل أحد ولم يدعي أحد أن النبي صلى الله عليه وسلم نص على طريقة التولية. هذا أولا. ثانيا، عمر بن الخطاب لما يعني قبيل وفاته أقصد أبو بكر وإن أترك فقد ترك من هو خير مني رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذن رسول الله بحسب كلام عمر ترك. ستخترع حديثا وتنسبه للنبي صلى الله عليه وسلم لتقول ان محمد بن شمس الدين اخطا، واني يعني ده في اجماع صحابه خلاص، اما انت انتخابات يقول في اجماع صحابه، في نص في اجماع صحابه، هل اجماع الصحابه هو كلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا. طيب، لكن ليست هذه المشكله، المشكله هنا الشيخ الفوزان العلامه قالك في نص، واني يعني ده في اجماع صحابه خلاص، اما انت الانتخابات بتتكلم فيها دي يعني تخيل عايز يجعل الحكم مش الناس تطلع تنتخب، ورغم الاثار التي اتى بها الصحابه بايعوا بعضهم بعض والناس تتبع. لحظه، هو يقول عايز يجعل الناس تروح تنتخب، نسمع مره اخرى. الانتخابات بتتكلم فيها دي يعني تخيل عايز يجعل الحكم مش الناس تطلع تنتخب، ورغم الاثار التي اتى بها. نرجع الى المقطع هنا، لكن تفاصيل اداء هذا الامر فيه مخالفات الشريعه، مثل مساواة العالم بالجاهل. يعني رجل عنده دكتوراه بالاقتصاد، ورجل عنده دكتوراه بالعلاقات الدولية، ورجل بسيط نجار أو طبيب شنفهم في السياسة. إذن أنا كنت أتكلم عن حكم الانتخابات، وقلت إن في تفاصيل مسألة الانتخابات مخالفات للشريعة، فكيف يقول هذا الولد إنني أدعو الناس لقضية الانتخابات؟ وقلت هنا، ولهذا يعني تجد أن أكثر العلماء يطلق بالأخير يقول لك أن أهل الحل والعقد هم الذين يختارون أهل الحل والعقد، بالأساس أنهم العلماء وكبار القوم أصحاب العقول وأصحاب العلم والفقه. فانظر كيف يكذب هذا الإنسان. تخيل عايز يجعل الحكم مش الناس تطلع تنتخب، ورغم الأصالة التي أتى بها الصحابة بايعوا بعضهم بعض والناس تبع، يعني حتى مش قادر تقيس. فأنا عن نفسي ما أحتاج إلى أن أقيس، لأن كلامي واضح في الفيديو قبل 5 سنوات، ولكن أريد أن أعرف هل الرئيس كان يئيس أم لم يكن يئيس حينما كان يدعو إلى الانتخابات. الحقيقة المصريين في الخارج قدموا مثل رائع جدا، والدنيا كلها كانت بتتفرج عليهم وهم يعني بيتحركوا في كل دولة تقريبا عشان يدلوا بأصواتهم في الانتخابات. من فضلكم كلكم ان يكون رسالتي البسيطه ديت تكون وصلت ليكم. من فضلكم كلكم مهما كانت يعني باليومين فقط
بيتبني فيهم وبيترسم فيهم مستقبل مصر. فالآن السؤال، لما تكلم الرئيس كان يعلم أنه يخالف شرع الله سبحانه وتعالى ومع ذلك دعا إلى مخالفة شرع الله، فإذا كان الحال كذلك هل تجوز طاعته فيما دعا إليه؟ فيما دعا إليه هذا تحديدا، هل تجوز طاعته به أم لا؟ إذا كان نعم فبينوا لنا، وإذا كان لا فهل أنت حذرت الناس من اتباعه في هذه الجزئية؟ ومن فعل ذلك هل يعد محرضا على ولي الأمر؟ وما حكم ذلك؟ هذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.